الله يلعن شي مرات عندهم كنحاول نسحر وحق الله شي مرات عندهم كنت كنفكر نسحر شي مرات عندهم الله كنقول خصني نسحر ما بقاش عندي عاد تبني بلا مسدود عليا ما بقاش بغيت ندخل ما عنديش شنو نخرج والو سميتي كنحسون لقيت في واحد المنطقة سميتي الحجاج مع النواحي ديال السطات المهم كنت صغيرة كنت كنقراها فبحال جميع البنات يعني كنت كنقراها شوية حبست القراية مبقيتش كنقراها جلست في الدار عادي واحد شويه قلت اجي علاش ما نمشيش انشي قالت لك انت لاش باش نخدم ونعاون نعاون والديا ونعاون راسي ما كنتش كنحب راسي نطيح في هذا الموقف اللي طحت فيه يعني مع الناس يكونوا هكا خايبين معايا المهم مشيت مع عندهم الشهر الاول كانوا معايا يعني عادي مزيان كنتعامل مزيان شويه ما عرفتش كيفاش تبدلوا معايا ولاو كيضربوني كيعنفوني انت كيعيروني شحال من حاجه يعني شي حوايج قدروا ما يطيحوا في على البال شي ضرب خيب وشي هسه انت شي سبان لي وانتي السبه اللي خايفه انتي الهضره اللي ما تقدرش عمري ما سمعت في حياتي كنسمع عنه والضرب بالليل وبالنهار تقدر يضربوك حتى بالليل حتى بالنهار الا فايقه في الصباح ما دايره والو يقدر يضربوك ما عندك حتى شي حاجه ويقدر يضربوك باي حاجه في يديهم ما عندهمش المشكل اللي كانت في يديهم كيضربوا بها ما كيفكروش شي غادي في الدقه ولا انتي ولا تصحي ولا ترسي ولا ما عندهمش المشكل المهم يضربوك وصافي الناس كيفاش جيت عليك؟ عرفت عليهم ما جيتش عليهم؟ صراحة واحد مول الحانوت هو اللي عرفني عليهم كان كيعرفهم وعرفني عليهم قال لي بغيت تخدمي عند هادو وعرفني عليهم ما فيش عندهم وكيف كيفاش جيت عليهم؟ كيفاش كيفاش جيت عليهم؟ في الأول كانوا مزيان كانوا عادي داك الشهر الأول كان مزيان شوية بدات كتعامل تبدل المعاملة ديالي معاهم مبقاش كي كان يمكن داك هو الوجه الحقيقي ديالهم بينو ليا في الشهر الثاني شنو الأسباب اللي خلاتهم أنهم يبدلوا المعاملة ديالكم وما كانوش يتعاملوا مزيان معاكم؟ ما عرفت هكاك وحدهم حتى كيبداو مع اي حاجه كيتعصبوا واخا يتعصبوا مع بعضياتهم اللي خرج واحد كيخرج واحد كيخلي يبقى في الدار خاصو يضربني عشان ما عندهم مشاكل مع بعضياتهم ها خلال عند أنهم يضربوك؟ ها بزاف من المشاكل ديما خاف منهم اصلا سيما انا خاف منهم سيما مصالح ديما هم خاف منهم ديما ديما واحد خارج واحد داخل يعني ما عمرهم ما كانوا فاهمين ما عندهمش شي جديد عشان ما بيشكلش من لا الكلام؟ عندهم جوجات وبنت عندهم جوجات مش يعلمهم وتوما الا ما كيضربوهمش يتعصبوا عليهم انت داكشي اللي كيتعصبوا عليهم كيجيو لي انا كيضربوني ماشي ولد دار شي حاجه ولا لا شي ولد هاد شي حاجه كيقول لي انت هرستها لا ماشي ولدي ولا بنتي اللي هرستها لا انت هرستها واخا انت وضربوني على واخا ما وقع لك المشكل ما حسيتش شنو وقع بالضبط فين لكن كنتي كيفاش جات كيفاش هضروا معاك كيفاش فعلوا عليك داك النهار اللي هربت هذاك النهار اللي هربت ضربتني في الصباح وقالت لي يا راجل اللي غادي في العشيه غادي يكمل لك داكشي اللي خاصك انا هادشي ضربت ضربه بسيط ولكن ضربتني بزاف داك النهار بس سمعت الراجل اللي غادي يجي العشيه وغادي يضربني انا عارفه الراجل اللي غادي يضربو قاصح ديك الساعه حاولت انني كيفاش غادي نهرب بقيت كنفكر شويه ما عرفت كيفاش قالت لي خرجي طردت بالحاشاك و خرجو من تما صافي خرجت ما بقيتش رجعت من تما صافي ديك الساعه كنت اللي ضربتك اه شو السبب اللي جاب؟ وهي غير هكاك تضربني غتخسر تضربني صافي ما عنديش مشكل واخا دير لها شي حاجه بسيطه بالدار خاصها تضربني باش ضربتك؟ انا المهم تفاتني وطرشاتني وانتي وشتات عليا فضربني تبعت واحد المقله في راسي دابا راسي كيضربني بزاف شي مرات ما كنبقاش نقول بابا واحد المره ترست لها في يد المقله عرفتي واحد المقله قالت هكا كيضربني بها لدرجة ترست لها في يد المقله شنو تخدم معايا؟ دابا شي 17 واش ما حاولتش تهرب من شحال هذه هادي ما الباب مسدود ما يمكنش نخرج غير الفرصه اللي قالت لي خارج الزبل هي فاش خرجت انت اللي تعاودي لوالديك هادشي اللي لا كتعاودي ما فيه؟ كنعاودش هي كتكون قالت هدايا وكتقول لي داكشي اللي بغات ليا هادي كتقول لي قولي ليهم وقولي ليهم حيت لا كدبت غضربني فهمتي يعني بغيت نقول شي كلمه غادي كل ما حيد التليفون بغيت نقول شي كلمه هكا تحيد لي التليفون بغيت نهضر ولا حاجه تحيد التليفون انت دابا جيتي من السبيطار هنا انا جيت شنو وقع لك؟ المهم جيتنا باش نتداوى وما مشيتش حتى عنديش لا كسور في رجلي وكنحس براسي عيانه نهار رسمت في دابا انا مهرسه من يدي ومن يفين دابا وهنا يعاودتلي مالكم هذا هو الهرس هذا اللي هيك شنو وقع لك؟ باش ضربت بك؟ انا واحد شربتي وطحتي ولا شنو وقع لا لك؟ هي ضربتني ضربتني واحد العود تاع الزيتون غليظ هنايا وهنايا وضربتني كضربتني في السيف غير السيف اللي مهرتيش ولكن كضربتني في السيف حتى انا كنت كضربني في السيف كتشوفوا عينك زرقاء ها هيك هو مشيش مجروح دايره كله كان كضرب واحد كامل كله هكا الظروف اللي يديرها هذه ديال الضرب
ضربني اصلا عيني واحد ما ضربني، راجل بقى على الشرب ما بقاش كنشوف بالدار شحال جيبها هما في أشعار ذاك وشرب هاكا يشرب بزاف، مش هاكا يشرب في يدي بزاف الحوايج هاد ليا، هي قالت لي بفمها ملي كيشرب في نوضك ما ها كيعقل. ما كيعقلش، كتحرش عليا كتشوف شعره فهمتي، وما عقلش كتقولي لها ديال تكذب عليه وكتقولي لها ديال باش ينوض يجي يهضر فيا. وخايت اللي هربتي فين مشيتي؟ صراحة خرج من تما لقيت هذاك مول الطاكسي مسكين حدا الباب، لقيت تما حدا الباب ما سولت ما سولني، لقيت واقف طلعت معاه، صافي طلعت معاه ومشيت شوية، بقاو كيسولوني شي عيالات ما كي بنتي مسكينش كنبكي، عاودت ليهم زعما القصة ديالي هكا، الشيفور داني محطة القطار وزعما بغي يركبني فهمتي، شوية قال لي لا بنتي ما خصكيش تركبي خاصك تمشي عند البوليس خاصك هكا، حتى الماكلة مسكين وين عطاني ناكل حيت ما كتوفي النهار كامل وين عطاني ناكل، هاب تقريبا مع داكشي 7:30 ما يهرس من الدار، الساعة تقريبا نهار 2:30 تقريبا، واللي عاون والطاكسي هو اللي اه عاونك. واللي عاوني مسكين وجاب الصحافة، هو اللي كيعرف الصحافة يمكن هو اللي عاوني وجابني، وحسيت بصوت ديالك وصل لي اه حسيت وصل لان الناس كيتفاعلوا معايا كيعيطوا كيسولوا فيا، ما كانش الصحافة اللي وصلت شنو كان كيوقع لك؟ كان راني في الحزاب يقدروا يوصلوا فيا فهمتي، يقدروا يلصقوا فيا شي حاجة، وانا دابا داخل الحزب ما في تعمل؟ اتهمتني، ولكن فاش ادويس ما قالت لي والو، قالت لاختي قالت لي راه عيطت لاختي قالت لها دات لي الذهب ودات لي الفلوس، وفي ادويس ما قالتش هاد الهضره، يعني انك عاد تهمها عرفت ما بغات تهمني ما كانتش كذب عليا، ايش مقبل على عملي؟ اه دابا نيت غندير واحد العملية الصباح، ايش كنت تقول لي؟ شكون الناس هادو اللي كنت عندهم، هذه الناس اللي كنت تعرف ايش تقول لي؟ شنو الرسالة اللي كنت نقول لهم تسالي نفس انا اللي عمري ما اسمح لك مع هذا الشيء درتو ليا، مستحيل اسمح لكم، عمري ما اسمح لهم، شنو عمرك خدمت شغل ليه؟ اول مره كنخدم عمري ما خدمت واحد، وعلاش خدمت يعني؟ غير بغيت نخدم نعاون هكا، انت راه قلت قلت في الدار الله ما قلت ندير شي حاجه، قلت واش الله وليدك ضعاف او لعار لا كان ضعف الطاقة لا عندك؟ ضعف، داكشي علاش ويدي ودي روح العمليه علينا، داكشي علاش ما بغيت نعاونها باش ديرها، من بعد ندمتي انك خدمتي؟ والله الا شي مرات عندو كنحاول نصحى روح قلها، شي مرات عندو كنت كنفكر نصحى، شي مرات عندو والله كنقول خصني نصحى، ما بقاش عندي عاد تبني بان بنت تدعي ما بقاش بغيت ندخل، ما عنديش ما عنديش ندخل والو، يكونوا أشرار في والله ما الدار. والله ما توقعت حتى شك، انت كتبان ديك المرة هضرتي معاها كتبان لك واحد السيدة ما كاينش بحالها، هضرتي معاها وجلستي معاها تقول هادي مالك في الأرض، ماشي 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 شي وحدة خايبة، هضرتي معاها وهضرت جلستي معاها تقول لك ما كاينش بحالها، كتبان لك واحد الوجه هو كاين لي راه عندها شحال من وجه، سمي لك شحال من وجه، لكن وصل اليوم الله يرحم الوالدين كاع اللي عاونوني واللي وقفوا معايا واللي بقيت فيهم، والطاكسي هذاك خير وحده فهمتي، هذاك السيد واخا ما عرفش نقول ليه فهمتي، ما نوصلش داك الشيء اللي نقول ليه مسكين عاوني بزاف، داك النهار بقى معايا 4 صباح البوليس مسكين، خلى خدمته حبس الخدمة ديال الطاكسي بقى معايا مسكين 4 صباح من 7 العشية 4 صباح هو معايا، آمين يا رب آمين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.